يا يابه قطرة الزفرة ما بي. السلام عليكم، اليوم راح نسوي لكم دجاج مقلي ويا البرياني التمن والحشوة غير شكل. هاي الدجاجة مالتنا نقطعها بهذا الشكل، طبعا دجاجة مغسولة ونظيفة وجاهزة. نفصل هنا الأفخاذ عن الدجاجة، شوفوا شلون بهاي الطريقة جدا سهلة. أهم شيء سكينة حادة تكون عندكم بالبيت. طبعا هسه راح انقص هذا بالنص مالتها مال الدجاجة اللي هو ظهرها، لان هذا كل الزفر يصير بيه اصدقائي، هذا نشيله نحطه على صفحة. هسه نجي نسويها بهاي الطريقة حتى اي شيء ريش زايد منها شوفوا شلون هذا كله نشيله. هسه نجي نقطع شعبها اللي هي اكو ناس يصحوا لها قنادرها، نشيلها ما نحتاجها نذبهن. طبعا هنا الفخذ هسه نقصه نصين شوفوا شلون حتى يصير عندنا اربع قطع، من نقلي يطلع ايضا شكله حلو وتمام. زين هسه ايش راح نسوي عندنا؟ طبعا نجيب هنا الدجاجة نوخر قفص الصدر مالتها، والاجنحة نقطعها بهذا الشكل شوفوا شلون نشيلها، وايضا الظهر مالتها هذا هم نشيله نذبه ما نحتاجه لان هو كل الزفر بي مثل ما قلت لكم. نجي هنا ايضا نشيل الجناح الصغيروني مالتها وهسه نحطها، وهسه تعالوا على صدر الدجاجة انقطعها بالنص. طبعا اكو عظماية بي راح اعوفها هسه ارويكم اياها وين. شوفوا عيني بعد ما قصيناها ونشيل الزوائد من عندها، وهسه هاي العظماية اقول لكم بقوها بالتقلام، بقيها ليش؟ حتى ما يتفلش عندنا الدجاج ويصير يابس. وهاي الدجاجة اصدقائي صارت عندنا 8 و2 4 6 8 10، 10 قطع جاهزة. هنا اصدقائي راح نجيب المي مالتنا، مي بارد طبعا، اضيف وياه بصلاية، نص بصلاية عندي، واحد عود قرفة اللي هو الدارسين، هيل 6 حبايات 7، وهنا عندي ورق الغار، وبالاضافة الى ثومية وحدة نقطعها وحطها هنا ايضا، ونضيف هنا الملح. طبعا الدجاج غسلته مرة ثانية وهو المي بارد احط الدجاج مالتنا. اصدقائنا لما يصير الدجاج ايش راح نسوي احنا؟ نستغل الوقت ونسوي الحشو مالتنا. راح نحتاج هنا زيت بالاضافة الى الشعرية اللي عندي موجودة حتى يصير حشو فوق التمن. هسه نبلش نقليها لحد ما تاخذ اللون الجوزي مالتها. طبعا اكيد الزفره مال الدجاج كل ما تطلع هاي نشيلها اصدقائي. هاي من تشوفوا لونه صار عندنا بهذا الشكل هسه معناته الامور تمام وتقلب عندنا كلش مضبوط. اجيب من مي اللحم هذا مي الدجاج واضيفه هنا. هسه شو اضيف لهنا؟ اضيف ملح، اضيف سكر. هسه تقول شلون ملح سكر؟ ضيفوه وشوف شو راح يعطي طعم طيب. هيل مطحون اضيف لها، بهارات البرياني اوكي يعطيها نكهه كلش طيبه. هاي صارت مضبوطه. هسه نتركها هاي مثل التمن، نتركها شويه على نار هادئه واغطيها راح تستوي معنا. يعني اصدقائي هاي الشعريه صارت عندنا جاهزه، خلصنا من عندها. بالنسبة للدجاج اصدقائي شلون نعرفه استوى؟ نجيب هنا هاي القطعة مال الفخذ، شو نسوي؟ نجيب الخاشوقة بهذا الطرف ونخليه هيجي نشوفه. شوفوا عالسريع دخلت بس بعد يطلع دم وياه شوية، معناته هذا بعده يراد له شوية. وهذا اصدقائي الدجاج هسه صار عندي جاهز. مو تخلوه يهتري فد نوبة بعد بحيث ما يتقلى. مبين هي عاتب من شكلها صار. هسه نشيله على صفحة لين استوى عندنا. هسه اصدقائي نجيب هنا الكسرلة مالتنا ونخلي بيها زيت، خلي بيها زيت كمية زينة حتى نقلي البوتيتا. عندنا هنا البوتيتا قطعتها وضفت لها ملح وهسه راح نقليها، طبعا زيت حار يطلعكم. وهاي اصدقائي البوتيتا صارت عندي، صفيها من هنا من الدهن ونخليها بهذا الشكل. راح اكملها كلها وارجع لكم. هسه اصدقائي راح نسوي التمن مالتنا، بس يا تمن راح نحتاج
عندنا هنا التمن كرجية طبعا متوفر جميع أنحاء العراق، وهذا التمن حبايته طويلة ورس سيلة 1121 من منتجات كرجية رهيب. هذا التمن أنا أنصحكم به لأن دائما صرت أستخدمه كل طبخاتي. نخلي هنا الزيت، وهذا التمن عندي مغسول وجاهز، رأسه راح نخليه هنا، وهذا استقاي التمن صار عندنا جاهز. هسه نقلب التمن شوية لما طلعت ريحته، ريحته تخبل. التمن راح اطبقه بمي الدجاج اللي سويته. نجيب المصفى هنا نخليه وندير عمود لي يوضع وياه البصل وهالسوالف. وهسه نقلبه تقليبه زينه. هسه نذوق المي مالته قبل كل شيء. يحتاج لملح، نجيب هنا شويه ملح ملحه. وعندي هنا هيل مطحون اضيف له. وهسه نحركه. هذا الرز فقط مكوناته اللي اسويه بطريقتي. ننتظر اول شيء فور بعدين نغطيه. هسه اصدقائي من التمن شفتوه هيجي صار، شو اسوي انا راسا انصي على اقل شيء واغطي. هاي هسه راح يستوي واحده واحده. يابا هسه حتى نسوي الحشوه مالتنا نكملها، نجي هنا نجيب زيت شويه بالاضافه الى هنا البصل نقليه. نقلب البصل بعد ما اشوف البصل صار هيك لونه، هذا فطر مجمده، اجيب الفطر احطه راسا هنا ونقلي سويه. يا بس بعد ما تقلى الفطر والبصل عندي هنا شنو بازاليا وجزر، نجيب بازاليا وجزر ونحطه هنا على الحشوه. عندي هنا زريش هم راح اضيف هذا الزريش وياه ويتقلى سويه. او كشمش اذا تحبون تحطون. طبعا هسه راح اضيف شويه ملح شويه سكر وبالاضافه الى الهيل مطحون. وعندي هنا بهارات البرياني شويه نضيفه بس نقلبهم شو الريحه صارت تخبل. وهسه اخر شيء اجيب البوتيتا اضيفه هنا فوقها. وهاي اصدقائي الحشو ماتنا صارت جاهزة. وشلونها تخبل ها؟ يلا هسه حتى نقلي الدجاج نجيب هنا ان شاء الله طاماتنا، نجيب الدهن اللي قلينا به البوتيتا نضيفه هنا. اها هسه ننتظر يحمى. وهسه اصدقائي الزيت عندي حمى، نجيب هنا الدجاج ونقلي. نقلبهم. شوفوا جرباتهم ترى تقر. شوفوا لون شلون حلو. اصدقائي خلاص عندنا استوى بعشونه، ما نخلي اكثر زايد حتى لا يصير يابس عندنا. زين عيني صار جاهز عندنا. يا ابو هسه نجي على طريقه التقديم. التمن مالتنا بس وعشون مفلفل تفلفل يابه، هذا رز كرجيه. وهسه نجيب الشعريه نقعدها هنا فوقها، وهاي الحشوه مالتنا. وهسه نجيب الدجاج مالتنا نخليه هنا هذا الشكل. نجيب هنا الليمون، نضيف الفلفل، هنا شويه خضار. وهذا اصدقائي صار عندنا جاهز. وهسه اصدقائي نجي نذوقه. يلا نقول بسم الله. هاي الحشوة عين هنا وشوية من التمن ناخذ. يلا نقول بسم الله. ويلي يابا يابا الطعام خرافي يجنن غير شكل. باي عندنا شنو الدجاج بس شنو التمن هذا النكهات مالته. ويلي يا ابو هذا الدجاج نقول بسم الله. يا يابا قطرة الزفرة ما بي والطعم يجنن ملوحته. اويلي ورق الغار وال يعني التوابل حطيتها بيه كلها مبينة رهيبة رهيبة.
انصحكم تسووه اصدقائي. ولنهاية اصدقائي خلصنا حلقتنا هذا اليوم، ان شاء الله عجبتكم. شكرا منتجات كرجية على رعاية هذا الفيديو. تحياتي لكم، اشوف سهل العبيدي، مع السلامة، باي.